مساء الخير على حضراتكم، مساء الخير على كل جماهير النادي الأهلي في كل مكان. برحب بحضراتكم يوم جديد من أيام المحترف. قناة النادي الأهلي يمكن منذ نشأتها وإحنا بنقدم محتوى محترم جدا على مستوى الشعبي، على المستوى الجماهيري، على مستوى النقاد. أعتقد قناة النادي الأهلي بتقدم محتوى جيد جدا تحت شعار كبير جدا جدا، مبادئ وأخلاقيات النادي الأهلي. أنا على المستوى الشخصي من أول ما اشتغلت هنا في قناة النادي الأهلي، أكيد الواحد فخور إنه اشتغل تحت أي شعار يحمل شعار قناة النادي الأهلي أو شعار النادي الأهلي. قناة النادي الأهلي بنقول لكل القائمين عليها ألف مبروك، من أصغر عامل لأكبر واحد شغال في هذه القناة المحترمة. قناة النادي الأهلي بتحصد أفضل قناة رياضية في مهرجان الفضائيات العربية. إن شاء الله بإذن الله بنقدم لحضراتكم من خلال شاشة قناة النادي الأهلي كل ما هو جديد، كل ما هو مفيد، كل ما هو محترف بلغة كرة القدم وجميع الرياضيات، الرياضيات، لكن على مستوى كمان زي ما بقول الحالة التنافسية، ومن خلال السوشيال ميديا وأضواء السوشيال ميديا يبقى اسم النادي الأهلي اسم مميز جدا. زي ما بقول لحضراتكم أي شعار بيشتغل تحت شعار النادي الأهلي بتلاقي كل الناس اللي شغالة فيه ملتزمة بسياسة معينة محددة تحت شعار الاحترام، ودايما دايما دايما يا رب إن شاء الله تكون على مستوى قناة النادي الأهلي، على مستوى الفرق، على مستوى البطولات، على مستوى فرقتنا فريق النادي الأهلي لكرة القدم إن شاء الله بيحصد الكثير والكثير من الجوائز والكؤوس والدروع. ده طبعا أفضل نادي، أنا بالنسبة لي أفضل نادي على مستوى العالم كله. جماهير النادي الأهلي بتحب ناديها يعني بشيء يعني بعمق كبير جدا جدا جدا، وبتكون سعداء بأي إنجاز سواء على المستوى الإداري على المستوى الفني. فتاني بقول ألف مبروك ودايما إلى الأفضل إن شاء الله. بنوعد حضراتكم إن شاشة قناة النادي الأهلي دايما بتقدم لكم الأفضل والمحترم واللي بيليق باسم وجماهير النادي الأهلي واللي بيليق وباحترام كل من يشاهد قناة النادي الأهلي. ألف مبروك مرة تانية لقناتنا، وإن شاء الله كل سنة بإذن الله تفوز هذه القناة وقناة النادي الأهلي بجوائز التقدم على المستوى الإعلامي. على المستوى الفني كمان بنقول مبروك فرقتنا فريق النادي الأهلي اللي يمكن بيفوز على فريق أسوان بنتيجة 1-0 استمرارا الحمد لله سلسلة من الانتصارات. وده مهم جدا، مهم جدا. ليه؟ لان زي ما بقول لحضراتكم احنا كمان في مرحله استعداد لمباراه كبيره، مباراه السوبر المصري خلاص على الابواب. لكن على المستوى الفني يمكن ناس كتيره مش عاجبها المستوى الفني في مباراه اسوان، لكن خلينا نتكلم وانا معاكم في الموضوع دوت. المستوى الفني كان ممكن نقدم مباراه، يعني مباراه الاسماعيلي على المستوى الفني افضل كثيرا، ولكن ما يهم دلوقتي هو المكسب. المكسب بيدي ثقة كبيرة جدا جدا للاعبين، وخاصة قبل بطولة كبيرة طبعا مباراة السوبر المصري. مباراة أسوان الحمد لله خدنا الثلاث نقاط، وده أهم ما في المباراة إن احنا خدنا الثلاث نقاط، وثلاث نقاط مهمة جدا جدا في بداية المشوار على مستوى الدوري المصري. لكن كمان على المستوى الفني لازم كمان نشوف إن دور يعني مارسيل كولر بيقوم بأداء رائع لغاية دلوقتي. مش عايزين إن احنا نعمل أو نقيم الموضوع بشكل غير احترافي. الراجل لغاية دلوقتي محتاج، لسه محتاج بعض الوقت، وزي ما بنقول دايما على مستوى الكرة العالمية إن أي مدير فني جديد ما تقدرش تحكم عليه بالسلب أو بالإيجاب إلا يعني على الأقل من 8-10 مباريات. المباريات اللي فاتت مطمنانا ان احنا عندنا مدير فني جيد، المباريات اللي فاتت مطمنانا ان احنا عندنا التزام داخل الملعب بشكل كويس، المباريات اللي فاتت بتدينا انطباع اول ان احنا عندنا مدير فني قدير بيشتغل على التفاصيل الصغيره، بيشتغل على امكانيات اللعيبه، بيشتغل على سرعه الاداء بشكل معين، وده اللي شفناه من خلال المباريات اللي فاتت. مباراه اسوان الريتم قل شويه، عمليه الضغط قلت شويه، عمليه كمان استغلال الفرص، ودي مشكلة بيقابلها النادي الأهلي يمكن من فترات طويلة جدا، إن احنا بنخلق فرص كثيرة جدا جدا ولكن ما بتترجمش الأهداف رغم عندنا عناصر جيدة جدا.
في اعتقادي الشخصي لسه الراجل ما حطش ايديه بشكل كبير على التجانس الكامل، على التشكيله المتجانسه بجميع الخطوط على مستوى خط الدفاع. ما فيش شك يعني في ثبات في التشكيل. على مستوى خط النص في روتيشن شويه بيتعمل، عمرو السوليه، حمدي فتحي، اليو ديانج بيشتغلوا في الروتيشن ده. لكن على مستوى الرباعي اللي في خط الهجوم لسه لغايه دلوقتي ما فيش ملامح واضحه. الراجل بيحاول بقدر الامكان دخول بيرسي تاو، ده كان شيء مهم جدا، وعودته تاني للمباريات ده كان شيء مهم وشيء ايجابي. غياب طاهر محمد طاهر، شادي حسين بيخش، عندنا حسين الشحات دخل كجناح ايمن في المباراه اللي فاتت، عندنا الجزء الرباعي قفشه صابيو، يعني كل دول الراجل بيحاول انه يوصل لتوليفه مناسبه جدا في التشكيله الاماميه الاربعه اللي قدام الخط الهجومي للنادي الاهلي. فمحتاجين وقت، محتاجين وقت شويه، لكن مش وقت طويل، يعني خلال اربع خمس مباريات اللي جايه اعتقد ان الراجل هيحط خلاص هيحط كل الامكانيات المناسبه لكل واحد في مركزه، هيعرف يعمل الروتيشن بشكل اكتر ايجابيه، وهيكون في شكل مختلف ان شاء الله للنادي الاهلي. لكن الفوز كان مهم جدا مفيش شك، الاداء الفني هيتحسن باذن الله، لان زي ما بقول لحضراتكم في الاساسيات احنا شفنا ده من خلال المباريات اللي فاتت، في شكل جديد، في اداء جديد، في روح جديده، وفي كمان تكتيك جديد بيتنفس في الملعب. فكل التوفيق ان شاء الله لفرقتنا، لان المباراه اللي جايه مباراه كبيره مع فريق كبير نادي الزمالك. المباراه ان شاء الله باذن الله تكون في صالح النادي الاهلي. وزي ما بقول لحضراتكم احنا لسه المشوار طويل، بدايتنا في البطوله الافريقيه جيده جدا، بدايتنا في الدوري المصري جيده جدا، ان شاء الله كمان بطوله تضاف باذن الله لدولاب النادي الاهلي تكون دفعه قويه لموسم كامل باذن الله. ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي. النهارده حلقتنا الحقيقه وهنتكلم عن الكره العالميه، واكيد هنتكلم على دوري الابطال تشامبيونز ليج الجوله الخامسه. حضراتكم بكره وبعده يوم الثلاث والاربع هتقام الجوله الخامسه من دوري الابطال. كلنا عارفين وكلنا متابعين ان نابولي، بنتكلم على مستوى الفرق اللي ضمنت الوصول لادوار النوك اوت، بنتكلم على نابولي، بايرن ميونخ، ريال مدريد، المان سيتي، وكمان كلوب بروج البلجيكي. هنشوف في الموقف كمان بالنسبة لبعض الفرق اللي يمكن هذه الجولة هتحسمها بشكل كبير جدا، هتحسم التأهل لبعض الفرق بشكل كبير جدا. عندنا أسماء كبيرة زي برشلونة لغاية دلوقتي موقف صعب جدا، هل هتحصل المعجزة ويصعد برشلونة وغير الفرق الكثيرة الأخرى؟ يعني عندنا النهاردة نجم كبير وعلى مستوى التحليل، عندنا طبعا الناقد الرياضي أحمد مجدي، هنتكلم في كل دوت. دوري الأبطال الجولة الخامسة الحاسمة هنكون مع حضراتكم بالتفصيل في هذه البطوله. النهارده كمان عندنا بعض الاخبار السريعه هنبداها مع حضراتكم مع رونالدو. يمكن حضراتكم خلاص متابعين رونالدو خلال الفتره اللي فاتت، خلاص العمليه ما بينه وبين تنهاج المدير الفني للمان يونايتد، خلاص الامور اعتقد وصلت لمرحله صعبه جدا. بيزودها رونالدو كمان في طبعا كان غايب، يمكن خرجه تنهاج من التشكيلة الرئيسية، وحتى على مقاعد البدلاء لم يتواجد رونالدو في مباراة تشيلسي بسبب طبعا يعني اللي بيعمله رونالدو من خلال المباراة قبل المباراة ما تنتهي أمام توتنهام، بيخرج من الاستاد وبيكون في عقوبة رادعة بالنسبة لرونالدو أنه هو بيتمرن دلوقتي مع فريق الشباب، ما بيتمرنش خالص مع الفريق. في تقارير انجليزيه بتقول ان تشيلسي بيخطط للتعاقد مع كريستيانو رونالدو في الميركاتو الشتوي اللي جاي، وكمان زي ما بقول لحضراتكم استبعاد تنهاج لرونالدو خلال الفترات اللي فاتت، خلاص العمليه بقت صعبه جدا. وحتى على مستوى رونالدو قال انه ممكن جدا ينزل ب يعني سقف التعاقد معاه لنسب اقل كتير من اللي بياخدها دلوقتي عشان يشارك. العديد من التقارير في تشيلسي بتقول انه ينوي تشيلسي يمكن في الميركاتو الشتوي اللي جاي ان يركز مع كريستيانو رونالدو ويمضي تعاقد معاه، ولكن التعاقد ده كمان لمده 6 شهور بس، يعني ممكن جدا تشيلسي خلال يناير اللي جاي بيتعاقد مع رونالدو لمده 6 شهور قابله للتجديد لموسم اخر. التقرير كمان بتقول ان يمكن ده الحل الامثل لكريستيانو رونالدو. كريستيانو رونالدو زي ما بقول لحضراتكم بيمر بازمه على مستوى الثقه، بيمر بازمه كبيره حتى من بعض الانتقادات من جماهير المان يونايتد.
بعض التقارير بتقول ان تشيلسي ممكن يكون هو الحل الامثل، هيروح لتشيلسي، لا يزال هيلعب في البريمير ليج. تشيلسي كمان من الفرق اللي بدات تاخد التراك الفوز وماشي بشكل جيد جدا مع المدير الفني الجديد، وكريستيانو رونالدو قد نراه في فريق البلوز مع يمكن نهايه كاس العالم وعوده البريمير ليج في يمكن الميركاتو الشتوي القادم في يناير. كمان توتنهام بيسعى كمان لضم نجم الانتر، طبعا بيسعى له بشكل كبير جدا، وبيسعى توتنهام يعني مع احد اللاعبين البارزين طبعا في صفوف الانتر ميلان خلال كمان الفتره الشتويه اللي جايه. وقال التقرير انه يعني بيجهز حوالي 50 مليون يورو لضم الايطالي اليساندرو باستوني. باستوني لعيب كبير جدا على مستوى المنتخب، على مستوى الانتر بيقدم مستويات رائعه، ويعني كمان هذا اللاعب كان مع كونتي المدير الفني الحالي لتوتنهام، وكان بيدربه وسبق العمل معاه في اكتر يعني في الميلان. وبعض الصحف اشارت ان باستوني يعني بيحظى ايضا باهتمام من تشيلسي، بالاضافه طبعا لمانشستر يونايتد والمان السيتي اللي عايزين برضو يحسموا هذه الصفقه سريعا. لكن توتنهام من خلال اللي انا شايفه، من خلال النتائج، من خلال وجود هذا اللاعب مع كونتي في الانتر الموسم قبل الماضي، اعتقد باستوني هيكون اضافه، واضافه مهمه جدا لفريق توتنهام. باستوني على فكره بينتهي عقده مع الانتر ميلان في طبعا صيف 2024، ويعني هو ما كانش موافق على بعض عروض التجديد من الانتر، وبالتالي بقى قريب جدا للانتقال الى البريمير ليج. طبعا هو باستوني الموسم ده يعني عمل 12 مباراه من خلال طبعا الانتر في مختلف البطولات، وعنده تمريرات حاسمه كبير، يعني لعيب مميز جدا في وسط الملعب اللي يمكن ينقصه توتنهام، ينقص هذا المركز بشكل كبير جدا. باستوني قد يكون موجود في طبعا البريمير ليج مع قدوم الشتاء. لعيبه بايرن ميونخ كمان يعني بيقولوا ان هم عايزين ينتقموا من ليفاندوفسكي، طبعا في مباراه مرتقبه في دوري الابطال ما بين البايرن وما بين برشلونه يوم الاربعاء اللي جاي ان شاء الله، ده ضمن منافسات الجوله الخامسه زي ما بقول لحضراتكم في دوري الابطال. طبعا دايما مباراه برشلونه وبايرن ميونخ بتكون مباراه قويه جدا، يمكن المباراه الاولى وفوز البايرن 2-0، لكن كان برشلونه قدم مباراه كبيره بصراحه. يعني حضراتكم عارفين كمان ان بايرن خلاص يمكن ده ضمن التاهل ل يعني دور النوك اوت، دور ثمن النهائي قبل هذه المواجهه، لكن كمان بيسعى لضمان الصداره في هذه المجموعه. طبعا مجموعه صعبه جدا، والبايرن كمان عايز يعزز التفوق التاريخي على برشلونه في سجل مواجهاته مع برشلونه. البافاري ما سقطش غير مرتين بس مقابل 9 انتصارات امام الفريق الكتالوني. بعض التقارير الاسبانيه قالت ان كل الحوافز السابقه لدى بايرن لا تقارن طبعا برغبه الفريق في الانتقام من البارسا، والمهاجم ما بين قوسين المهاجم روبرت ليفاندوفسكي، واوضح لاعبي بايرن ميونخ رغبتهم في احراج برشلونه امام جمهوره. بي طبعا حضراتكم عارفين لو عمل نتيجه جيده والبايرن كسب خلاص برشلونه هيروح للدوري الاوروبي، ودي هتكون تاني مره على التوالي يخرج برشلونه من دور المجموعات وينتقل الى الدوري الاوروبي. عندنا حاجات كتيره جدا جدا النهارده في المحترف، لكن خلينا قبل ما نروح ونبدا جولتنا مع دوري الابطال عندنا بعض الاخبار السريعه على مستوى الصحافه العالميه والاوروبيه، نشوف الصحافه قالت ايه في المحترف مع حضرتك. نبدا مع حضراتكم جولتنا، هنبدا النهارده مع جولتنا في الصحافه الاسبانيه، جريده ماركا الاسبانيه اللي ركزت على فالفيردي، لاعب طبعا اللاعب العظيم في ريال مدريد، وكتبت فالفيردي يكسرها. اهتمت الصحيفه بكمان فوز برشلونه على اتلتيكو بلباو برباعيه نظيفه وتالق عثمان ديمبلي، وكتبت ديمبلي يعطي الحب وجافي بطل الرعب. اهتمت كمان بفوز فياريال على الميريا 2-1 بتسعة لاعبين.
أما صحيفة آس الأسبانية ركزت على فوز أتلتيكو مدريد على ريال بيتيس بنتيجة 2-1 لأنطوان جريزمان، وكتبت عودة جريزمان. الصحيفة كمان اهتمت بفوز برشلونة على أتلتيكو بلباو 4-0 وكتبت عرض ديمبلي. كمان الصحيفة اهتمت بحوارها مع داني ألمو لاعب لايبزيغ والكشف عن عقد امبابي مع باريس سان جيرمان، وكتبت امبابي 630 مليون يورو في 3 مواسم. نطير لانجلترا، صحيفة ذا صن الانجليزية ركزت على فوز نيوكاسل على توتنهام وعودة للمركز الرابع بجدول الترتيب، وكتبت ايدي هاو يتحدى نجوم نيوكاسل للبقاء مطاردة التأهل لدوري أبطال أوروبا بعد الفوز على توتنهام. الصحيفة كمان اهتمت بخيسوس مهاجم أرسنال وكتب جيسوس يفتقد أرتيتا، أو كما اهتمت كمان بهاري ماجواير وإمكانية مشاركة هذا اللاعب في كأس العالم بجانب ورفقة المنتخب الإنجليزي. نطير لفرنسا، صحيفة ليكيب الفرنسية اللي ركزت على فوز ليل على موناكو 4-3 وكتبت عرض الشمال. في إيطاليا جريدة لاجازيتا الإيطالية ركزت على الميلان وبحثه عن التأهل لدور الـ16 بدوري الأبطال، وكتبت ميلان أوروبا في مهمة الـ60 مليون يورو. كما اهتمت هذه الصحيفة كمان بفوز نابولي على روما 1-0 وكتبت نابولي أو أوسين والطيران. دي كانت الصحافة العالمية النهاردة في المحترف. زي ما بقول لحضراتكم ملفاتنا يمكن النهاردة الحلقة هتكون سريعة شوية مع نجمنا أحمد مجدي، هنتكلم على دور الأبطال الجولة الخامسة من هذه البطولة، وزي ما بقول لحضراتكم بطولة يعني حاسمة، جولة حاسمة في هذه المجموعة، مجموعات كثيرة جدا هناخدها بالترتيب مع حضراتكم. نتكلم على فرص كل الفرق خاصة فريق برشلونة، هل قادر برشلونة على الصعود لدور ثمن النهائي أم للمرة الثانية سيخرج برشلونة من دوري الأبطال في دور المجموعات؟ ده اللي هنشوفه مع حضراتكم بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم مرة ثانية، برحب بضيف النهاردة يعني الضيف المفضل بالنسبة لنا كلنا في المحترف، الناقد الرياضي ومحلل الكره العالميه احمد مجدي. ابو حميد مساء الخير عليك. مساء الفل يا كابتن، وشكرا كالعاده لذوق حضرتك. لا يا حبيبي، لا انت يعني احنا بنكون سعداء بوجودك معانا يا احمد، وان شاء الله احنا عندنا حاجات كتيره جدا هنحاول بقدر الامكان نتكلم عليها سريعا، في خاصه بطوله الشامبيونز ليج او دوري الابطال. قبل ما هنتكلم معانا تقرير عن الجوله الحاسمه لدوري الابطال نروحه ونرجع مع حضرتك. أكيد طبعا جولة حاسمة، يمكن من خلال التقرير عرفنا أن خلاص زي ما بقول لحضراتكم في 5 فرق ضمنت التأهل، لكن في فرق كثيرة على رأسها برشلونة عندها مشكلة كبيرة جدا وعندها يعني تحدي كبير الجولة اللي جاية والجولة اللي بعديها. أحمد قبل ما نخش كمان ونشوف المباريات الجولة الخامسة، ايه الماتش اللي انت مستني عشان تشوفه؟ عندنا ماتشات كتيره جدا في دوري الابطال، لكن انت مستني بالظبط انهي مباراه عشان تقدر تتفرج عليها؟ يعني انتر ميلان وفيكتوريا بيلز يعني ده ماتش بالنسبه لي في الوقت الراهن يعني واكيد هتشوف يعني برشلونه والبايرن طبعا، بس يعني لانه كمان هيتلعب قبليه الانتر وفيكتوريا بيلز هيبقى ملعوب قبليه بساعه ونص تقريبا الساعه 7 فاعتقد ان هو هيحدد كل حاجه في مشوار برشلونه اللي هو اهم ديفيكالتي يعني في المجموعات كلها في الوقت الراهن. يوفنتوس برضو الدنيا مش في ايده قوي، حتى لو كسب بنفيكا برضو الفرق هيبقى عنده نقطتين وهيحتاج ان بنفيكا يتعثر في ماتش تاني، ولكن لا يعني بعض الفرق مسارها مش بايديها يعني هي بالزبط. لازم تكسب وتستنى كمان نتائج الفرق بالظبط كده. طب تعالى نشوف انا وحضرتك والساده المشاهدين كمان المباريات الجوله الخامسه. زي ما بقول لحضراتكم جوله حاسمه هتبدا ان شاء الله بكره ويوم الاربعاء، و كتير جدا مش احمد بس يعني كتير منتظر مباراه طبعا برشلونه كمان هيعمل ايه، هل هيتاهل ولا لا. طبعا اشبيليا هيلاعب كوبنهاجن، سالزبورغ مع تشيلسي، دورتموند مع مانشستر سيتي، بي جي مع مكابي، دينامو زاجرب مع ميلان، سيلتيك شختار، بنفيكا، يوفنتوس، لايبسك والريال. ده ان شاء الله هيكون بكره.
يوم الاربعاء ان شاء الله الانتر مع فيكتوريا بيلزن، كلوب بروج مع بورتو، توتنهام مع سبورتنج لشبونه، اياكس مع ليفربول، اتلتيكو مدريد امام ليفركوزن، وبرشلونه امام البايرن، فرانكفورت امام مارسيليا، ونابولي امام جلاسكو رينجرز. ده طبعا المباراتين او الجوله اللي جايه. الصراع زي ما بنتكلم اتحدد في كذا مجموعه، ولكن يبقى صراع المركز الثاني. عايز اتكلم معاك على مباراه اياكس وليفربول. يمكن اياكس يعني كان مفاجاه بالنسبه لنا انه في دوري في دور المجموعات مقارنه بالموسم الماضي كان يمكن اول فريق يوصل لدور ثمن النهائي. اياكس السنه دي على غير العاده مع ليفربول اللي محيرنا معاه بصراحه، يعني ليفربول محيرنا بادائه في البريمير ليج، ولكن على مستوى دوري الابطال اداء افضل كثيرا من البريمير ليج، لانه يعني غير عدم الاستقرار الفني اللي اتكلمنا عنه في حلقات سابقه بسبب خروج ساديو ماني كابتن، فليفربول هو مش يعني واضح ان التعثرات في بدايه الموسم يعني افقدته البوصله شويه. هو داخل الموسم ليه؟ لانه لو كان داخل يعني بغرض التتويج بالدوري الانجليزي ودوري ابطال اوروبا، فدلوقتي ممكن المعادله اختلت شويه، لان احنا بنتكلم على فارق بيوصل لاكثر دلوقتي من 12 نقطه مع المتصدر ارسنال، واحنا لسه في الاسبوع ال 13 في البريمير ليج، وده يعني ما كانش التنافسيه اللي ليفربول مستنيها. النقطه الثانيه التعثرات برضو اللي كانت يعني او تذبذب المستوى خلينا نسميه كده اللي كان في بدايه مشواره كمان في دوري ابطال اوروبا، ادى ان هو برغم ان المجموعه حسابيا كانت ميسره ليه، الا انه دخل في المود كله في الماتش الثالث او الماتش في الجوله الثالثه والجوله الرابعه على وجه التحديد، عرف يحقق الست نقط اللي فرقوا جدا في مصيره في المجموعه. بالنسبه لاياكس زي ما حضرتك قلت، يعني من بعد الموسم الاسطوري بتاع الوصول لنص نهائي الشامبيونز ليج، ومن بعد كمان رحيل تن هاج الصيف اللي فات لمانشستر يونايتد، اياكس امستردام مع المدرب شلودر، يعني وخروج انتوني بالذات وخروج اكتر من عنصر في الاوقات الاخيره من الميركاتو، دخلوا مؤثره طبعا اكيد، دخلوا الفتره الاستعداديه مع اياكس امستردام، وبعدين انتقلوا لمانشستر يونايتد اذا كان لساندرو مارتينيز او اذا كان انتوني. فالفرقه يعني متذبذبه لدرجه كبيره، ولكن النقطه اللي ضربت الفريق في مقتل هي الخساره الكبيره على ملعب يوهان كرويف ارينا من نابولي 6-1. دي النقطه اللي خلت الموضوع بتاع اياكس، يعني غير انه كمان دلوقتي واصلين انه مش في ايده اصلا، هو عشان يكسب لازم يكسب ليفربول، ولازم يستنى تعثر ليفربول بالهزيمه قدام رينجرز، وما اعتقدش انه قدام نابولي او رينجرز في الجوله الاخيره، وما اعتقدش ان ده هيحصل. ليفربول هيقضي يعني بعد ما يتغلب من اياكس كمان هيعجز ان هو ياخد نقطه، وهو محتاج نقطه واحده بس. فاعتقد حسابيا الامور محسومه، الامور يمكن قد تكون محسومه لليفربول، ولكن زي ما بقول لك يمكن. هل تعتقد ان ليفربول خلاص بقى تركيزه ولا التارجت الاكبر هو دور الابطال بعد ابتعاده نسبيا او بشكل كبير عن المنافسه؟ لان انت عارف دايما بيلعب على النقطتين على الجبهتين، ولكن قد يكون خلاص دوري الابطال هو الهدف الاكبر بعد طبعا يعني ابتعاده كثيرا عن المنافسه في البريمير ليج. الهدف الاكبر وبين قوسين والاسهل دلوقتي، يعني المنافسه في البريمير ليج ما بقتش يعني متاحه في وقت كبير، لانه اذا كان ارسنال المتصدر هيتعثر، فالمشكله الكبرى من الوصيف مانشستر سيتي، يعني المشكله الكبرى ان الوصيف اللي بعده مش هيتعثر. فانا اعتقد ان بشكل مرضي لجمهور ليفربول واليورجن كلوب انه الدخول للمربع الذهبي والوصول لابعد نقطه في الشامبيونز ليج والفوز باي بطوله من كاس الاتحاد الانجليزي، كاس الرابطه، او يجمع بين بطولتين منهم، اعتقد ان ده هيكون شكل الموسم المرضي في ضوء اللي حصل في اول الموسم، في ضوء التعثرات الكتيره اللي حصلت في البريمير ليج. كنت ممكن نتكلم كلام تاني لو ما كانتش هزيمه نوتنجهام دي اتحصلت، لانه كان الفريق ماشي على مسار تصاعدي. هتاثر عليه في المباراه بتاعت بعد بكره، يعني هتاثر على معنوياته، هتاثر على ادائه بشكل كبير، ولا هتكون حافز ان خلاص يعني خلاص احنا مش هنخسر في جبهتين، ويكون التركيز اكتر على المباراه اللي جايه في الدوري. انا زي ما قلت لك كابتن، اعتقد مهمه الشامبيونز ليج اسهل، ولكن هي هزيمه نوتنجهام فورست دي جايه اولا من متزايل ترتيب الدوري الانجليزي، دي نقطه. هي لو ما كانتش حصلت كنا ممكن نتكلم عن ليفربول قادر ان هو ينافس تاني على البريمير ليج بعد ما فاز على مانشستر سيتي، ولكن هي نقطتها ان هي يعني كسرت حته، يعني كسرت الاداء التصاعدي اللي ليفربول بيستناه كل موسم علشان يوصل للبيك بتاعته في يناير او في فبراير ويبقى فريق من الكبار في اوروبا. دلوقتي ليفربول عايز يبني تاني على النتيجه بتاعته، وكانت حاجه توجع كمان ان هو من اخر متزايل الدوري الانجليزي بشكل كبير. طيب خلينا نتكلم على نابولي ورينجرز كمان مباراه. نابولي ضمن التأهل بشكل او باخر، لكن المباراه انت شايفها ازاي؟
شايف طبعا نابولي من امتع الفرق اللي بتقدم كره في اوروبا دلوقتي، بهويه جديده مع لوشيانو سباليتي، يمكن حتى على سباليتي نفسه. يعني احنا كنا في الاسابيع الاولى من الدوري الايطالي قلنا ان سباليتي عامل اداء ممتاز جدا، صحيح، واستفاد من توهج عناصر ممكن ما كانتش في الحسبان زي كفاراتسخيلي على سبيل المثال. دلوقتي كمان بنتكلم عن نابولي اقوى هجوم في دوري ابطال اوروبا، يعني رقم مرعب في وجود بايرن ميونخ، في وجود مانشستر سيتي، صحيح، في وجود برشلونه، وفي وجود ريال مدريد، في وجود عمالقه الهجوم الاوروبيين. والالز من كده ان الاهداف دي ال 17 هدف متقسمين على اكتر من خط واكتر من لاعب، فده يديك فكره يا كابتن عن المنهج الهجومي اللي بيتبعه سباليتي، والتنظيم والانتشار والشراسه الهجوميه الفعليه اللي تجلت السنه دي لما كسبوا ليفربول 4-1 في ايطاليا في ملعب ديجو ارماندو مارادونا. نابولي متهيألي في طريق مفتوح، وهو اللي هيحفز نابولي اكتر انه يجيب ال 18 بونت، يعني دي القطوه دلوقتي ان هو يجيب 18 بونت في العلامه الكامله في دور المجموعات، هيدخل الدور الثاني بنفسيه اعلى بكتير وبعقليه مختلفه تماما، ان الناس كلها بدات ترشح نابولي لاماكن ابعد. ده ما بيصعبش الامور شويه على نابولي؟ يعني قبل ما نشوف ترتيب المجموعه ما بيصعبش الامور ان نابولي كان داخل يعني مش توب تيم اللي مرشحين حتى للفوز بهذه البطوله، ولكن بعد الاداء الرائع هل الدور اللي جاي ممكن جدا يصعب الامور على نابولي، ولا انت شايف امكانيات الفريق على مستوى يعني على المستوى خاصه على المستوى الهجومي بيتيح ان احنا ممكن نقول ان نابولي لا ممكن ينافس ويوصل لابعد نقطه؟ النقطه كمان يا كابتن انه التواني في المجموعات دلوقتي الموسم ده في دوري ابطال اوروبا في المتناول نسبيا، يعني مش نسخه بتشوف فيها الاول والثاني صعبين، لا يعني احنا لو بنتكلم على اصعب تواني في المجموعات كلها هنتكلم على ليفربول اللي مش هيقابله، مظبوط، وهنتكلم على انتر ميلان اللي الماتش ممكن يبقى في ايطاليا، اساسا في الثمن النهائي ما بيجيبوش خصوم من نفس البلد، من نفس البلد اساسا، فهو مش هيواجه، يعني هيواجه حد لو وصل متصدر زي ما متوقع يواجه لايبزيج او يواجه دورتموند او يواجه يعني مثلا فرق في المتناول، فرق في المتناول. فاذا اتحط التايتل العريض للموسم بتاع سباليتي ان هو مثلا خد الاسكوديتو، خد الدوري الايطالي، ونجح في الوصول لربع نهائي دوري ابطال اوروبا او اكتر لو وصل كمان ابعد من كده، فاحنا هنتكلم على موسم اسطوري لنابولي. هي النقطه في ان هو هيحقق موسم نابولي ما بيحققوش عاده، صحيح، ما بيحققش الانجازات دي عاده على مستوى الشامبيونز ليج، فهيبقى من بدري قوي اخف من عليه الحمل، خصوصا ان احنا دلوقتي بنتكلم في ثلاث نقط فرق في الدوري الايطالي قصاد ميلان اللي ماشي على سطر وسايب سطر، ولاتسيو بعديه، والخصوم اللي هم الكلاسيكيين اذا كان انتر ميلان ولا يوفنتوس بعيد شويه، وروما بعيد شويه. فاعتقد انه النابولي هو مستهدف ال 18 نقطة، لأنه بوصوله مثلا بالعلامة الكاملة وبوصوله مثلا ربع نهائي شامبيونز ليج، ولو حصل على الاسكوديتو هيبقى عمل موسم أسطوري في تاريخ نابولي، هيريحه من كتير من الضغوط ويخلي مشروع سباليتي قايم على أسس صلبة. صحيح، لسه عندنا حديث مطول، كمان عندنا لسه باقي مجاميع دوري الأبطال، لكن نروح لفاصل سريع ونرجع مع حضراتكم. اهلا بحضراتكم مره تانية في المحترف. كنا بنتكلم اكيد على طبعا دوري الابطال، وكنا بنتكلم على نجمنا الكبير محمد صلاح، هنتكلم كمان على توتنهام، وتوتنهام زي ما بقول لحضراتكم كانت طموحات كبيره جدا جدا مع كونتي، لكن الاداء في الفتره اللي فاتت سواء على مستوى البريمير ليج اداء مهتز الى حد كبير. معانا عبر سكايب طبعا رامون فيجا، طبعا اللاعب السابق لفريق طبعا توتنهام وجراس سوبر السويسري، وكمان لاعب المنتخب السويسري سابقا. رامون بنرحب بيك على شاشة قناة النادي الأهلي. عليكم السلام هاني رمزي، هاو ار يو؟ سي يو اجين. كيف حالك هاني رمزي؟ سعيد لرؤيتك مرة ثانية. احنا سعداء بوجودك معانا على شاشه قناه النادي الاهلي، وطبعا كلاعب سابق في فريق توتنهام اكيد متابع بشكل كبير البريمير ليج، وعايز اعرف رؤيتك لتوتنهام السنه دي، يعني جماهير توتنهام مع قدوم كونتي مع الاداء الرائع ونهايه موسم رائع مع كونتي الموسم الماضي، ولكن تذبذب المستوى في الاسابيع الاخيره. رامون شايف توتنهام ازاي مع كونتي ومستقبله أو طموحاته من خلال البريمير ليج لهذا الموسم؟
في البداية أعتقد أن كونتي وتوتنهام أنهوا الموسم الماضي بشكل جيد جدا. لقد أدوا أداء رائعا الموسم الماضي، استطاع أن يستقدم الكثير العديد من اللاعبين الجيدين. يانكلوفسكي هو جعل توتنهام على المسار الصحيح والصعود للتشامبيونز ليج بعد ذلك، وقد أدى بشكل رائع في دوري الأبطال. توتنهام لم يكن الفريق القوي الذي أصبح عليه مع كونتي هذا الموسم. أنا توقعت أن يذهب الفريق بعيدا أكبر بعد هذه الحركة من الانتقالات الرائعة. اعتقدت لديهم سون ولديهم كين، لديهم لاعبين رائعين، أفضل لاعبين في إنجلترا، ولكن لتحافظ على هذا المستوى. ولكنهم لم يؤدوا بنفس المستوى، لم يقنعوا هذا الموسم. لن ينافسوا، لا أقول لن ينافسوا على البطولة، ولكن لن يصبحوا في المربع الذهبي حتى. طيب هاخد من كلامك رامون، وبتتكلم على نجوم كبيرة زي كين وزي سون ونجوم كثيرة. عايز اعرف كمان رايك في ما قاله كونتي بعد المباراه، وبيقول ان هو ما عندوش فريق قادر على حصد البطولات بالرغم عن وجود فعلا كتيبه من النجوم الكتيره. شفت التصريح ده ازاي وتفسره ازاي؟ في وجهه نظري كان تصريحا مخيبا للامال. في وجهة نظري يجب عليك كمدير فني أن تكون الأكثر إيجابية في الفريق. إذا أردت الفريق أن يكون في المربع الذهبي للدوري وأن يصبح الرابع أو الثالث، يجب عليك أن تحفز الفريق، لا أن تقول أن الفريق ليس قويا كفاية ليفوز بالبطولات. لا، الفريق الآن لديه المقومات بالفعل. الفريق الآن بالنسبة لتصريحات كونتي يجب عليه أن يراجعها. لديه أفضل مهاجم في تاريخ النادي هاري كين، لديه سون. هو لا، إنما الأمر أن كونتي لا يطبق الخطط الفنية المناسبة لهذا الفريق. الأمر الآن يجب عليه الآن أن يقوم بأفضل ما لديه. لا أعتقد أن الفريق يؤدي بشكل جيد، الفريق يبدو بشكل مهتز، وهذا الأمر يقع على عاتق المدير الفني. من السهل أن نقول أن الفريق ليس على المستوى الإيجابي المناسب، ولكن الفريق الآن، أنا عملت مع من قبل في إيطاليا وأعرف كيف العمل في إيطاليا. الفريق المدرب الإيطالي يعتمد أكثر على اللاعب، ولكن هذا لا يحدث في إنجلترا. يجب على المدرب أن يكون يجب عليه أن يكون لديه فريق رائع، لديه فريق جيد، ولكن يجب عليك أن تكون مدربا جيد لتناسب هذا الفريق. طيب أحمد برضو خش معنا في النقاش. من نقطة التصريحات دي، بعض المديرين الفنيين بيقولوا تصريحات لرفع الضغط عن اللاعبين ورفع الضغط عن الإدارة وتهدئة الجماهير. هل أنت شفت دي الجزئية اللي كان كنت قاصدها بتصريحاته بعدم وجود أنه هو لا يملك فريق لحصد البطولات حاليا؟ لا، هو كنت، أنا متخيل أن كنت عايز يضغطهم زيادة. أنا متخيل أن كنت من مدرسة المدربين زي ما رامون تفضل وقال، هو عايز الضغط يكون أكتر علشان نسبة الخطأ بالنسبة له تكون أقل. ولكن كنت ما بيفلحش كتير، زي مرامون فعلا عمل المقارنة بين إنجلترا وإيطاليا. في اللاعب الإيطالي والأجواء في إيطاليا والصحافة الإيطالية والميديا في إيطاليا بتحفز دايما إنه اللاعب، إن المدرب يلقي الضغوطات دي على اللاعب علشان هامش الخطأ يكون أقل. فأنا متهيألي يعني متفق جدا مع رامون في النقطة دي. كنت عايز يحط بريشر على اللاعبين أكتر، لأن هو شايف إن دي الطريقة اللي بتخليهم يخرجوا أفضل ما عندهم. أنا كنت عايز أسأل رامون على هاري كين كمان. يا رامون، هاري كين مع دخول إيرلينج هالاند في الموسم ده في البريمير ليج، وان هو بدا يحقق ارقام يعني مذهله ومعدلات غير مسبوقه على الصعيد التهديفي، يظل هاري كين المنافس الاول ليه حاليا وان كانت الفروقات كبيره. ولكن هاري كين، هل انت شايف ان هو ممكن يوصل في وقت ما من الموسم ولو بالاستمراريه اللي احنا عارفينها عن كين، ان هو ينافس إيرلينج هالاند سواء على لقب الهداف او على النجوميه بشكل عام في وقت ما من الموسم؟ حسنا، هذا سؤال جيد. إذا تحدثنا عن إيرلينج هالاند،
هو أتى من كوكب آخر. لأكون صادقا معكم، لا يوجد لاعب أتى إلى البريمير ليج بهذا السن الشاب والقلة وقلة الخبرة كما فعل مانشستر سيتي واستخدم إيرلينغ هالاند. إنه يحرز الهاتريك بطريقة سهلة. هو إذا كنت لاعبا سيكون هذا مصدر إزعاج لي. بالطبع هاري كين يجب عليه أن يلتزم ويكون لديه الإصرار ليحرز من 20 ل 30 جول هذا الموسم. نعم هالاند صعب أن تنافسه، هو يؤدي أداء رائعا، لديه فريق رائع يساعده على ذلك، ولديه الكثير من الحصيلة التهديفية، ولكن هاري كين يجب عليه إذا كان مستعدا أن يؤدي بأداء أفضل. نعم هذا الموسم، وليس فقط هذا الموسم وإنما في المواسم المقبلة. أعتقد ليس لدي شك أن هاري كين سيكون في قمة الهدافين وينافس لن يفعل ما فعله إيرلينغ هالاند هذا الموسم، ولكن سينافس إيرلينغ هالاند بالطبع. هخش معاكم في المناقشة ولازم أدخل نجمنا الكبير محمد صلاح، لأن محمد صلاح كمان من هدافي البريمير ليج السنوات اللي فاتت يا رامون، وكان السنة العام أو الموسم اللي فات مناصفة مع سون. عايز أعرف كمان رؤيتك لمحمد صلاح من خلال كمان وجود هالاند في البريمير ليج، وأعرف منك ما سبب تدهور أداء ليفربول في موسم أعتقد أنه هو الأسوأ في تاريخ ليفربول في بداية البريمير ليج، مع طبعا كان في أمال كثيرة لجماهير ليفربول للمنافسة مرة تانية مع المان سيتي. شايف ده إزاي محمد صلاح أمام هالاند، وشايف يورجن كلوب مع ليفربول هذا الموسم؟ أعتقد أن محمد صلاح هو الملك في مصر، هو من أفضل اللاعبين في العالم، هو من أفضل اللاعبين المصريين الذين أتوا إلى أوروبا إن لم يكن أفضلهم. هو لاعب رائع، هو لديه القدرة على الإحراز، هو أمتع ليفربول كثيرا، ولكن ليفربول الآن يعاني بشدة هذا الموسم. أعتقد أن انتقالات الصيف أثرت بشكل كبير على الفريق. تياغو لاعب رائع، ولكن ليس لديه البدائل بالنسبة على مستوى منتصف الملعب. أعتقد أن محمد صلاح الآن عليه ضغوطات أكبر ليحرز الأهداف. محمد صلاح الآن مطالب بالصناعة وإحراز الأهداف، ولكن لا يوجد من يصنع لمحمد صلاح الأهداف. أعتقد أن محمد صلاح يجب عليها أن يعمل المزيد ويضاعف مجهوده. أعتقد أن المنافسة مع هاري كين إيرلينغ هالاند ليست بالسهلة، سيعاني ويكافح هذا الموسم ليكون على قمة الهدافين هذا الموسم. أعتقد أن محمد صلاح سيكون منافسا قويا مع هؤلاء الرفاق. طب رامون خلينا نتكلم قبل ما اقفل معاك عن الكرة السويسرية، وخاصة على مستوى المدربين. عندكم مدربين على اعلى مستوى، يمكن مراد ياكين كان زميل الملاعب ليا وبيأدي بشكل اكتر من رائع مع المنتخب السويسري، ولكن خلينا مع المدير الفني الجديد للنادي الاهلي مارسيل كولر. رأيك ايه في هذه التجربة، ويعني تجربة جديدة على كولر وجوده في افريقيا ويتولى المسؤولية الفنية الاكبر الاندية على المستوى الافريقي وعلى المستوى العالم، شايف التجربة دي ازاي؟ حسنا، انا سعيد جدا لمارسيل. هو لعبنا معا في زيورخ، واعتقد مع ايضا معك في نيوشاتل. اعتقد ان الفريق كان مارسيل على المستوى الشخصي هو انسان رائع، انسان هادئ جدا، من المديرين الفنيين الهادئين، لا يتوتر بسرعة. أعتقد أن فترة مع الأهلي ستكون رائعة. لديه أفضل فريق حاليا، لديه الفرصة الآن ليدرب أكبر فريق في إفريقيا، فالآن سيؤدي أداء رائعا، والأهلي أيضا سيؤدي بشكل رائع مع مارسيل كولر. أعتقد وأأمل أن ينجح الفريق تحت قيادة مارسيل كولر ويحقق الكثير من البطولات. رامون فيجا اللاعب السابق لتوتنهام والمنتخب السويسري، بنشكرك شكرا جزيلا على تواجدك معنا في المحترف على شاشة قناة النادي الأهلي. شكرا جزيلا. شون أبي النخ.
هنطلع لفاصل سريع جدا ونرجع مع نجمنا أحمد مجدي عشان مستمرين مع حضراتكم في الجولة الحاسمة لدوري الأبطال. أهلا بحضراتكم مرة تانية. يلا نروح على المجموعة التانية. طبعا مباراة نبدأ أتلتيكو مدريد وباير ليفركوزن. طبعا مباراة ليها جانب بسيط كده، ان تشابي الونسو هيجي هيبقى بيدرب في اسبانيا قدام خصم اسبانيا لاول مرة على المستوى الاوروبي، وده شيء يعني محبي كرة القدم الاسبانية هيبقوا بيبصوا له بعين الاعجاب، يعني لان مسيرة تشابي الونسو مسيرة اسطورية في 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 في, في اسبانيا وفي الاندية بشكل عام. اتلتيكو مدريد بيلعب يعني الماتش ده علشان يحافظ على حظوظه لنفسه بحيث ما يجيش في الجوله الاخيره وينتظر نتيجه من كلوب بروج او من يعني ينتظر تعثر بالظبط، فتحقيق التعادل او الخساره هيخلي الكره مش في ملعب اتلتيكو مدريد. دلوقتي اتلتيكو مدريد في المركز الثالث بينتظر نتيجه كلوب بروج وبورتو، لو بورتو عرف يكسب كلوب بروج اللي هو ضمن التاهل، ولكن كلوب بروج لسه عنده دوافع ان هو عايز يتاهل اول على الاقل صحيح. عشان يتفادى كل العمالقة اللي هيجوا له في المركز الأول، فهو زي ما قلنا عن نابولي هو عايز يتفادى بشكل كبير العمالقة الأوروبيين فما ينزلش مركز تاني، فهيلعب على إنه يعني يتعادل على الأقل قدام بورتو. أتلتيكو مدريد لازم يحافظ على حظوظه، يحافظ على حظوظه بإنه يكسب الماتش ده ولا شيء آخر، ويبقى عنده ماتش تاني لوحده خالص. ولكن كمان ليفركوزن بالجدول اللي قدامنا ما زال عنده الفرص، يعني ما زالت الفرصة موجودة، لكن مباراة زي ما انت بتقول متعلقة ايضا بنتائج خاصة بورتو، لان طبعا كلوب بروج ضمن التأهل بالظبط. يعني بشكل كبير هو الموقف بتاع اتلتيكو مدريد من البداية ما كانش صحيح. افضل شيء نتائج المنافسين ومفاجأة كلوب بروج اديت له امل تاني انه يصعد تاني في المجموعة، ولكن ستيل الموضوع مش في ايده، يعني انه على الاقل خلص على الاقل خلص احنا بنتكلم عن اتلتيكو مدريد غالبا هيصعد تاني لو حب يتأهل من المجموعة دي، بيأمل ان التواصل الاتفاق مع برشلونه بشان انطوان جريزمان وحل مساله ال 60 دقيقه او ال 30 دقيقه او الحاجات دي تساعد انه يدخل الجوله الاهم دلوقتي الخامسه بالنسبه له اللي هي جوله الحسم في الشامبيونز ليج، ولكن يظل برضو الموضوع متعلق بنتيجه كلوب بروج وبورتو وبالماتش الفاصل النهائي الاهم اللي هيبقى بين اتلتيكو مدريد وبورتو في البرتغال. طيب تاهل كلوب بروج بطل بلجيكا يعني هيسهل الامور شويه على بورتو، هيلاعب بورتو طبعا، بورتو عنده 6 نقاط في المركز الثاني، هل ضمان التاهل هياثر على الاداء الفني لفريق كلوب بروج، ولا انت شايف انه كمان كلوب بروج بيسعى للعلامه الكامله؟ انا شايف لا غير العلامه الكامله، بيسعى ان هو يتفادى يعني يتفادى الخروج المبكر اللي هو اللي بقى الخروج المبكر انه يروح ثمن النهائي ويلعب فرقه من العمالقه في القاره. صحيح. فكلوب بروج عنده دوافع ان هو على الاقل يحقق التعادل، التعادل ده هيضمن له بنسبه كبيره ان هو يتاهل متصدر المجموعه. المواجهه مش هتكون مفيش فريق هيواجه كلوب بروج وهيشوف يوم سهل السنه دي، لان هم بدنيا عاليين جدا جدا جدا، عندهم حارس مرمى بيقدم شامبيونز ليج اندر ريتد جدا سيموني مانيولي، عندهم لعيبه جايين من كبار في اوروبا، بنتكلم على فيران جوتلا مثلا اللي كان لاعب لبرشلونه لحد السنه اللي فاتت، فاعتقد انه لا ماتش بورتو مش هيكون سهل مع كلوب بروج اطلاقا. كلوب بروج عايز يهرب زي ما قلت لحضرتك من احتماليه التاهل في المركز الثاني، ومهم بورتو مش هتكون سهله خصوصا انه بيفكر في اتلتيكو مدريد برضه. صحيح. الطرفين بيفكروا في بعض بشكل كبير، ولكن الاقرب طبعا لصعود المجموعه ديت بنتكلم على كلوب بروج وبورتو الاقرب على الورق. ايوه شايف، لان الماتش الاخير في البرتغال يعني الماتش لو كان في اسبانيا بتاع اتلتيكو مدريد وبورتو كان ممكن اقول انه، بس بورتو في ظل تذبذب مستوى اتلتيكو مدريد من اول الموسم اعتقد ان هو صاحب الفرصه الاكبر. طيب نروح للمجموعه الثالثه، طبعا مجموعه الموت، ومباراه كبيره ما بين برشلونه والبايرن. المباراه الاولى وانت كلنا اتكلمنا عن المباراه الاولى كان برشلونه خسر المباراه في الشوط الاول. المباراه ديت انت شايفها ازاي؟ لا سبيل غير الفوز لبرشلونه، ولكن انت عارف البايرن وعلى العقليه الالمانيه والمباريات الكبيره دي يعني بيكون عندهم حوافز كبيره جدا جدا للفوز. يعني الملفت في الماتش ده هو ان برشلونه القصه مشكله برشلونه في الحته النفسيه لما بيلعب الفرق الكبيره. احنا بنشوف ان برشلونه من اول الموسم لا في سيستم وفي طريقه وفي بدل المركز في بديل واثنين وبيلعب كويس، ولما اتصاب منه المدافعين الكتار دول عرف على الاقل خالص ما ينهارش في الليجا، حتى وان سقط في الكلاسيكو وان تعثر في ماتشين انتر ميلان، ولكن الفريق ليه سيستم وفي بلان واضح ان هي ماشيه. بالبلان دي بتخترق تماما لما يقابل خصم كبير، الخصوم الكبيره احيانا بتبقى محتاج ان انت تنزل كبير زيهم فقط لا غير، وبعدين سيب المسائل للملعب. يعني احنا الماتش الاولاني اللي حضرتك جبت سيرته بتاع البايرن ميونخ في المانيا
جزء كبير جدا من ان برشلونه خرج بالنتيجه دي مغلوب هو انه في السته بيضيع، في السته متر بيضيع، بيضيع على مستوى النجوم الكبيره، حتى ليفاندوفسكي حتى بيدري. فلما يبقى نجومك بتضيع في السته يارده وبايرن ميونخ بيجيب من اول كوره على الجون ومن ثاني كوره على الجون الهدفين اللي خلصوا، ده معناه ان انت بتواجه مشكله نفسيه. برشلونه بيواجه مشكله نفسيه كبيره قدام الفرق الكبيره، خصوصا من بعد السنوات اللي فاتت كان فيها اكتر من سيناريو مفزع لبرشلونه. صحيح. روما، بعدين ليفربول، بعد كده الثمانيه من بايرن ميونخ، بعد كده الخساره رايح جاي من او الخساره في الكامب نو 4 من بي اس جي، وبعدين التعادل 1-1 في العوده. فاعتقد كل السيناريوهات دي اصابت برشلونه يعني بمشكله نفسيه مع الفرق الكبيره، هي ده اللي هيحاول يتفاداه. قبل ما نروح للانتر وبيلزن كنا بنتكلم انا وانت على ليفاندوفسكي، هل ليفاندوفسكي قادر بقى هذه المباراه انه يعني يترجم الفرص اللي بتخلقها برشلونه لاهداف، ولا انت الموضوع برضه نفسي لحد كبير بالنسبه ليفا مع البايرن؟ لا انا ما اعتقدش يعني مشكله ليفاندوفسكي ان هو يواجه حاجه نفسيه من دي او تحديات من هذا النوع، لان هو واجه تحديات زي دي مثلا في ماتشات دورتموند وبايرن ميونخ وكان بيسجل على طول. القصه انه برشلونه هل هيعرف يديله فرص كتير في اماكن سانحه ولا لا؟ غير كده ليفاندوفسكي عامل زي الماكينه يعني. أيوة. هو الكوره جات له في الاوقات المعينه بيعملها يعني بدون حساب. هداف الليجا الاسبانيه دلوقتي، هداف الليجا ب 12 جون وجايب 17 جون في اول 15 ماتش في كل البطولات مع برشلونه، هداف الشامبيونز ليج مع برشلونه، ويعني لسوء حظ انه ممكن اللقب ده يهدد بعد 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 ساعات يعني من دلوقتي. ليفاندوفسكي لا، يعني القصه مش في ليفاندوفسكي، يعني هو عنصر الثقه الاساسي اللي برشلونه باني عليه دلوقتي من الناحيه النفسيه، هو ليفاندوفسكي هو الوحيد اللي تحس حتى في ماتش بايرن الاولاني هو الوحيد اللي قدام السته عايز يستلم ويشوط يعني هادي قدر الامكان، حتى وان كانت الفرص دي بتهدر. ولكن المشكله مش ليفاندوفسكي، ليفاندوفسكي في ماتش انتر لما انت احتجته جاب جونين في 10 دقائق. صحيح. اي نعم كان في وقت انت ما تسيبوش، يعني مهمه تشافي لما يبقى في خصوم بنقلب المستوى شويه انه يخلق نفس الفرص، انه يمهد ان الفرص تخلق بنفس الطريقه، والاهم انها تترجم هذه الفرص بالزبط لاهداف. مباراه الانتر وفيكتوريا بيلمز، ما اعتقدش انتر ميلان هيفرط في حظوظه، خصوصا ان هي جايه له بالسهوله دي يعني في ايده وفي ايطاليا قدام خصم في المتناول، ما عرفش يحقق نقطه واحده من المجموعه، فما اعتقدش ان الدنيا هتتساب، يعني ان انتر ميلان وانزاجي هيسيبوا المسائل تروح لحد ماتش بايرن ميونخ اللي جاي. انا ما اعتقدش ان برشلونه عنده حظوظ في المجموعه دي، اعتقد يعني ان انتر ميلان ليه بس كده هتحبطنا ليه؟ معلش يعني الواقع بيقول كده للاسف. طبعا على الورق طبعا الارقام بتقول عكس كده، بس مش دايما الارقام بتحمل كل الدلالات يعني، فاعتقد انه يعني انتر ميلان مش هيفرط في حظوظه بايده يعني. طبعا ده ترتيب المجموعه قبل مباراه بكره، وتبدو حظوظ برشلونه صعبه جدا للغايه، مطالب انه يفوز بيه المباراتين ومع تعثر الانتر. طيب نروح للمجموعه الرابعه، المجموعه الرابعه واول مباراه توتنهام وسبورتنج لشبونه. مباراه في منتهى القوه ومجموعه في منتهى القوه، لو جينا نبص على المجموعات اعتقد ان دي المجموعه اللي هتفضل يعني عالقه لحد اخر ثانيه، بس توتنهام يقدر في الجوله الخامسه دي ان هو يحسم تاهله تماما بدون انتظار اي شيء تاني، لانه هيتبقى له ماتش واحد مع اولمبيك مارسيليا، متهيألي ان الماتش هيكون في قادر يفصل كونتي البريمير ليج عن تشامبيونز ليج، خسارته اللي فاتت او الجوله اللي فاتت من ايوه، لانه الخصوم برضو اللي في المجموعه مفيش خصم مفيش قوي جدا، مفيش حاجه تعطله، اعتقد ان هو ستيل برضو هو اللي يملك اعلى كواليتي لعيبه، اعلى جوده بشكل عام في المجموعه، والارقام جت في حظه دلوقتي، وخصوصا ان هو حقق الثلاث نقط اللي فاتوا فرقوا جدا في مصيره في المجموعه. صحيح. والمجموعه كمان نتائجها هتساعد، يعني ان اقتراب كل النقط من بعضها مفيش زي ما قلت لحضرتك مفيش خصم شارخ مثلا في النقاط، لا هو اعتقد يعني توتنهام بيلعب على ماتش لشبونه ده في ملعبه، خلصه وهيتاهل للدور الثاني بمنتهى السهوله. فرانكفورت مارسيليا، فرانكفورت مارسيليا ماتش برده معقد جدا وصعب، مارسيليا كان قدامه ان هو يقف في موقع افضل لولا التعثرات في الجولتين الاخيرتين، رجع من بعيد برده بشكل عام بيقدم موسم كويس جدا في الليج، عنده تشكيله كويسه وفيها عناصر خبره، والسنه دي يعني بشكل كبير متوهج مع اليكسيس سانشيز، اعتقد مباراه خارج دايره التوقعات، ولكن وانت زي ما بتقول المجموعه قدامنا والامور كلها قريبه، يعني كل الاحتمالات مفتوحه، كل الاحتمالات وارده يعني بالظبط، بس يعني اذا توتنهام كسب سبورتنج لشبونه اعتقد ان هو الوحيد اللي هيكون ضامن المسائل كلها في المجموعه. فرانكفورت بدا الموسم بشكل متذبذب على مستوى البوندس ليجا وعلى مستوى دوري ابطال اوروبا، كونه عرف يوصل لنقطه 4 دلوقتي معناه انه لسه عنده حظوظ،
ماتشه اعتقد هيبقى في المانيا. اعتقد هو بيخطب ود جماهيره ان هي اللي بتظهر في الوقت ده، وجماهيره من بين الافضل في اوروبا والاقوى في اوروبا جماهير فرانكفورت. فرانكفورت كمان على مستوى البوندسليغا ماشي بخطوات جيده. هنروح للمجموعه الخامسه وسالزبورج مع تشيلسي، شايف المباراه ازاي في الظروف الجيده جدا والايجابيه جدا اللي بيمر بيها تشيلسي، يمكن بعد تعثر في الاول، لكن تشيلسي كمان على مستوى البريمير ليج خلال الجولات اللي فاتت ماشي بشكل رائع. تشيلسي كان داخل من الجولتين اللي قبل اللي فاتوا، يعني الجوله الرابعه والثالثه في الشامبيونز ليج، كان معاه نقطه واحده بس، وقلنا انه مصيره هيتعقد لو ما عرفش يكسب ميلان في وقت من الماتشين او يحقق اربع نقط. تشيلسي فاجئ الجميع وكسب ميلان رايح جاي، عقد مهمه ميلان وسهل مهمته وفك الضغط شويه على جراهام بوتر في تجربته الجديده مع تشيلسي. ده كان السيناريو المثالي. ريد بول سالزبورج فريق متطور جدا جدا جدا، تعثر قدام دينامو زغرب بالهزيمه في ماتش ده افقده حظوظه. متهيألي ان الماتش ده هيكون يعني في متناول تشيلسي، لانه لو ساب المجموعه تتعقد معاه تاني هي قابله للتعقيد برضو. احنا بنتكلم على سبع نقط لتشيلسي، ميلان تحت هيكسب دينامو زغرب عادي، ممكن احتمال كبير قوي يكسب دينامو زغرب. لو راح سبع نقاط وساب ريد بول سالزبورج يتصدر عليه، ميلان هيبقى عنده فرصه كويسه جدا انه يكسب ريد بول سالزبورج في انتظار اي تعثر لتشيلسي هيخرج تشيلسي من المنافسه. فاعتقد ان المجموعه بتلعب برضو في الجوله دي اللي تشيلسي يقدر يحسم فيها التاهل بشكل نهائي. على مستوى الميلان كمان، على مستوى الميلان كانت امال جماهير الميلان كبيره جدا جدا في الصعود للدور اللي جاي، لكن الامور معقده. مباراه ومع دينامو زغرب ايضا هتشوف هتبقى فيها مفاجات ولا مباراه سهله في المتناول. يعني المشكله عند ميلان انه الاصابات كتيره، لا وغير كده كل ما عنصر يرجع يتصاب او كل ما خط يبقى كامل يتصاب في واحد. فاحنا دلوقتي بنتكلم على سيمون كير مصاب، بنتكلم على مايك ماينان مصاب، بنتكلم على شكوك على الاداء البدني الاسماعيلي بن ناصر، بنتكلم على اصابات كتيره هي اللي فارقه في ميلان. ما اعتقدش ان هو هيسيب دينامو زغرب، يعني خصوصا ان هو الخصم المباشر ليه، وان الماتش بيتلعب في ايطاليا بيتلعب في كرواتيا. فيعني مهمه صعبه جدا على زغرب، بس ميلان هيبقى بيقاتل برضه لحد اخر نفس عشان حظوظه تبقى في ايده. تمام، نروح للمجموعه السادسه وطبعا مباراه لايبزيج امام الريال. الريال طبعا ضمن التاهل، لكن على مباراه كمان مباراه جيده على المستوى الفني. لايبزيج بيقدم مباراه رائعه، وطبعا الريال بطل حدث ولا حرج زي ما انت بتقول. لايبزيج عرف يرجع تاني في المجموعه بعد ما كانش اختار المرشح ان هو يكمل مع ريال مدريد في المركز الثاني. ريال مدريد يعني ضمن الصعود، وضمن الصعود بنسبه كبيره في المركز الاول، ودي الوضعيه اللي هو عايزها برضو. هيواجه خصوم اقل قوه في الدور الثاني او في ثمن النهائي. هيبتدي الشامبيونز فعليا مع ريال مدريد من دور الثمانيه. فاعتقد دي الوضعيه البدنيه على الاقل، او التحدي البدني الاسهل بالنسبه لانشيلوتي اللي الموسم ماشي معاه بشكل استثنائي، لانه الراجل بيسيره بخبره كبيره جدا، وهو عارف ان قد يكون ده الموسم الاخير ليه في تدريب كره القدم بشكل عام. فمش عايز دوشه، يعني عايز الامور تمشي هاديه قدر الامكان. الظروف معاه في الليجا وان كان الخصم المباشر مزعج اللي هو برشلونه وماشي معاه ماتش بماتش، ولكن في الشامبيونز ليج على الاقل هو ضمن الوصول للمربع الذهبي في 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 هدوء في هدوء في هدوء من غير شوشره كتير زي ما بيحب. سيلتيك شختر اللي بيقدم برضه مستويات جيده جدا، خاصه مبارياته مع الريال، شايف المباراه دي ازاي؟ انا اللي فاجئني مستوى سيلتيك السنه دي انه يعني بيحصل على نقطه واحده من اربع ماتشات. كنت متخيل ان سيلتك ممكن يعقد المجموعه دي، ولكن يعافر شويه لان خصوصا الاجواء، حضرتك عارف اكيد الاجواء في اسكتلندا ملاعبهم بتبقى معقده جدا على الخصوم. سيلتك ما ابداش اي حاجه من ده. سيلتك حظوظه بتنتهي تماما، يعني حاليا ملوش اي حظ غير ان لايبزيج يتغلب الماتشين، ولكن قصاد كده برضو محتاج ان كل الخصوم ما حدش فيهم يحقق ثلاث نقط، وده شيء في منتهى الصعوبه. يعني اعتقد ان شختار هيبقى عنده فرصه اكتر، خصوصا مع الدعم اللي بيحصل بشكل ما يعني على الناحيه الاعلاميه بسبب الازمه الاوكرانيه وما الى ذلك. اعتقد شختار هيبقى عنده دوافع اكتر ان هو يروح ابعد من سلتك في المنطقة. صحيح. طبعا على مستوى الريال بيقدم مستويات رائعه سواء على مستوى الدوري الاسباني او في دوري الابطال. نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل حوارنا وملفاتنا الرائعه مع المتالق احمد مجدي. اهلا بحضراتكم مره تانية. احمد، عندنا المجموعه السبعه
ومباراة ما بين طبعا المان سيتي ودورتموند، مباراة كبيرة ومباراة تحب تشوفها، لكن كمجموعة على غير العادة إشبيليا بيقدم مستويات غير سيئة جدا في دوري الأبطال. شايف مباراة السيتي ودورتموند طبعا مباراة ذات شجون طبعا، لأنه هي هالاند هيرجع لملعب في فيستفاليا، يرجع لفيستفاليا يعني. مباراة قوية جدا، السيتي عايز برضو يريح دماغه من المجموعة دي بانه يحسمها بدري ويتصدر علشان نفس النقطة، مش عايز يقابل، نادرا ما بنلاقي الشامبيونز التواني فيه دايما صحيح. في الهادي كده هو السيتي عايز يركز على بعد كاس العالم ان هو يحسم مساله البريمير ليج بقى، انه يعني ينتظر تعثر ارسنال اللي ما حدش عارف هيبقى امتى دلوقتي، وما حدش عايز يحسد ارسنال لحد دلوقتي، ما حدش عايز يتعادل امبارح اعتقد عشان الجوله اللي فاتت، ما حدش عايز يحسده، بس دلوقتي الفرق عنده نقطتين. فبقى في متناول مانشستر سيتي مع اول مباراه بينهم، اعتقد ان مانشستر سيتي هيحقق الصداره يعني. مانشستر سيتي قدام دورتموند برضه في عنصر اكانجي هيرجع دورتموند، برضه دورتموند بقى بالعكس عايز يعني يحسم المساله رقميا، اي نقطه هياخدها في قدام مانشستر سيتي هتضمن له التاهل مع مانشستر سيتي بشكل واضح. اعتقد هي مباراه على مستوى الفرجه هتكون مباراه كبيره جدا، لان الفرقتين مش مضغوطين ولكن في نفس الوقت مش عايزين، يعني الماتش مش مهم جدا من الناحيه الرقميه صحيح، ولكنه مهم شويه. فقصاد خصمين زي مانشستر سيتي ودورتموند بيحبذوا اللعب الهجومي واجواء جماهيريه زي اللي بتتكون في فيستفاليا، اعتقد انه مباراه تكون محببه جدا انها تتشاهد، خصوصا مع وجود ايرلينج هالاند في الماتش، خاصه هالاند وكمان بلينجهام لاعب بلينجهام كمان له هدف مانشستر سيتي الاول في بالظبط كمان. انت شايف ان المباراه بالنسبه له مباراه مميزه جدا، كل الاخبار بتقول انديه كبيره جدا في البريمير ليج، بنتكلم على المان سيتي والمان يونايتد و تشيلسي بيطمعوا في خدمات هذا اللاعب، شايفه ازاي ونربطه بعدم فوزه بافضل لاعب شاب يمكن جافي اللي خدها، هل هو كان مستحق على حساب جافي ولا انت شايف فعلا جافي كان افضل لاعب شاب في الموسم اللي فات؟ والله هو جافي كان مش يعني انا شايف جافي ككواليتي اكتر لاعب شاب بعبر عن كواليتي قويه، ولكن ككارير انا كنت شايف انه موسيالا بصراحه يعني. شايف ان جمال لاعب البايرن طبعا، كنت شايف ان جمال موسيالا انه في السن دي عرف يكون مؤثر جدا في فرقه كبيره زي بايرن، وعلى الصعيد الرقمي احنا بنتكلم ان جافي جاب جونين وعمل 3 4 اسيستات، هو عبر عن نفسه بمنتهى السرعه يعني، جافي انتقل من الناشئين للفريق الاول بمنتهى السهوله والسرعه، وحاليا بشوف جافي لعيب اكبر من سنه بكتير، ولكن لو كنت هدي السنه دي انا الجايزه لحد كنت هديها لجمال موسيالا. انت هو لوتا ماتيوس قال نفس الكلام يعني، لوتا ماتيوس طلع بتصريح وقال لك ازاي جمال موسيالا نجم، هو نجم بايرن ميونخ الاول في وجود ليروي ساني وعلى مستوى المنتخب الالماني بالزبط. كمان في السن الصغيره ديت بيلعب، لك ان تتخيل مع المنتخب الالماني النجوم الكبار موجوده فيها وبيحقق يعني نتائج اكتر من رائعه واداء اكتر من رائع. فانا شايف ان كانت موسيالا، بيلينجهام ممتاز جدا جدا، هيحاول يثبت نفسه دلوقتي، والاهم كاس العالم، الاهم كاس العالم في قائمه منتخب انجلترا، اعتقد ان بيلينجهام عنده تحدي كبير جدا. بيلينجهام نفسه هي بيحب ريال مدريد، هو بيلينجهام ميال لريال مدريد اكتر، فهو لعيب في منتهى القوه، منتهى البراعه، ويقدر يلعب في مراكز النص، ويقدر ينزل على يعني زي برونو فرنانديش كده يعمل مهمتين، يلعب 8 ويلعب 10، ويقدر يجي من الجنب، تصويباته في منتهى القوه، سريع وقوي، امكانيات لعيب هايل طبعا، فهو ممتاز جدا جدا، واعتقد ان هي الماتشات اللي زي مانشستر سيتي اللي بتعبر اللعيب ده وصل لحد فين بالظبط. طيب اشبيليا وكوبنهاجن، اشبيليا طبعا اداء سيء جدا على غير المتوقع، خاصه ان اشبيليا في المواسم اللي فاتوا كان بيحقق نتائج جيده على مستوى دوري الابطال، يعني اشبيليا بتاع دوري اوروبي يعني، اشبيليا عايز تحس ان هو عايز ينزل دوري اوروبي علشان يكسبه بقى، عشان يكسب الدوري الاوروبي. واجه مشاكل كتيرة السنة دي بالذات، انه مش من الفرق اللي بتعتاد اقالة المدربين في نص الموسم يعني صحيح. ده مش طبع اشبيليا يعني، اشبيليا بيبقى داخل، ولكن التذبذب الرهيب اللي حصل في بداية الليجا وبالذات في دوري ابطال اوروبا، على عكس كان برضو على عكس المتوقع يعني، كانت نجوم زي يوسف النصيري، زي منير الحدادي، زي ياسين بونو في حراسة المرمى وغيرهم من كتيبة اشبيليا، ما كانتش مهيئه للعالم ان في ان دخلت طيب. الموسم هتكون بالسوء ده، ولكن اعتقد ان النقطه الفاصله كانت الهزيمه من برشلونه 3-0 في الرامون سانشيز بإخوان. الماتش زي ده ما حصلش كتير ان النتيجه تتحقق من برشلونه، وكانت ده المباراه اللي رحلت يعني رحل بسببها لوبيتيجي، المباراه اللي سببت في رحيل لوبيتيجي،
هو ما رحلش بسببها، هو رحل بسبب الخساره 4 من 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 دورتموند في الشامبيونز ليج، ولكن كانت دي النقطه اللي افقدت الجماهير الاشبيليه ممكن الثقه في واداره اشبيليه الثقه في لوبيتيجي، ولما تفقد مدرب زي لوبيتيجي في نص الموسم اعتقد ان انت بتواجه مشاكل كبيره. فاعتقد اشبيليه مهما كان الماتش بتاع كوبنهاجن هو حظوظه خلاص انتهت تماما في المجموعه دي في الشامبيونز ليج. طيب اخر مجموعه، المجموعه الثامنه، بنفيكا واليوفنتوس، وهقف عند اليوفنتوس لان بيمر بازمه كبيره جدا جدا سواء على مستوى السيريا او حتى على مستوى دوري الابطال. امام فريق اعتقد منظم، فريق قوي جدا مرشح للصعود لضمن النهائي، هو فريق بنفيكا البرتغالي. كده بنفيكا الموسم الثاني على التوالي بيقصي ابطال سابقين من المناسبه، من مسابقه، وبنفيكا نفسه بطل سابق في مناسبتين. بنفيكا كان حصل على لقب دوري ابطال اوروبا اعتقد 64 وتاريخ ثاني مش متذكر دلوقتي. بنفيكا قدم كوره يعني دفاعيا وهجوميا منظمه، اثبت ان هو ما تاثرش برحيل نجم بحجم داروين نونيز، ودي نقطه في منتهى الاهميه ان لما بتفقد لعيب بالنجوميه دي بتعرف تراهن على بقيه اسلحتك. يوفنتوس على الناحيه الثانيه حتى حتى الفوز الباهت اللي حققه قدام مكابي ما عرفش يحققه في ملعب الفريق مكابي. الحاله هو تامن الدوري الايطالي، الامور مش مستقره خالص لاليجري، في دعوات باقالته كل اسبوع بتتجدد في ايطاليا، فيوفنتوس موسم للنسيان وما اعتقدش ان هو هيروح بعيد في الشامبيونز ليج، ومتهيألي ان مباراه بنفيكا هتكون رصاصه الرحمه ان كان بالتعادل او الهزيمه. على المستوى او على الجانب الاخر مباراه اعتقد مضمونه في المتناول خالص، ولكن الاجواء عماله، التوتر عمال يتصاعد في الفريق ده في اوضه اللبس. كنا اتكلمنا على جالتييه اول الموسم وكنا راهنا ان ممكن يبقى نيمار هو عنصر المشاكل الكتيره، ولكن على العكس تماما، مبابي هو بقى عنصر المشاكل، ونيمار وميسي عرفوا يوصلوا التوليفه زي اللي كانوا نهوا بيها مسيرتهم في برشلونه. النقطه دي عامله ازمه لمبابي، كل شويه بتطلع اخبار انه هيرحل انه كذا، وانا اعتقد عندي هيرحل، وتسريب كبير جدا للعقود بتاعته والمبالغ الكبيره جدا اللي بياخدها. لا هو مبابي بيعمل حاجه، انا من متابعتي الصحفيه يعني في مواسم الانتقالات انه بيتكلم دايما بصيغه الايه، يعني هو لما يحب يسرب اخبار ما يكلمش الميديا، يكلم الخليفي، يعني يكلم الخليفي يقول له خد بالك بشكل شخصي انا ممكن امشي. الاخبار دي بتطلع بالطريقه دي، وبعدين مبابي فيها نفسه زي ما حصل التسريب اللي فات، انا فيه انا وكلائي ما قالوش حاجه، انا الطريقه دي من الضغط ده اسلوب ضغط كبير، ان انا اكلمك بشكل شخصي واطلع اقول كلام تاني في الميديا. مبابي عملها في المفاوضات بتاعه ال 160 مليون استرليني بتاعه ريال مدريد السنه قبل اللي فاتت، عملها السنه اللي فاتت في كل المفاوضات بتاعه ريال مدريد، وكان بيصرح عن طريق نفسه حاجات وعن طريق والدته حاجات تانية، والدته الجزائريه فايزه العماري. فاعتقد انه يعني الحاله الضاغطه اللي حاصله في باريس سان جيرمان هي دلوقتي في لحد دور المجموعات وبتقدمه بخمس نقط في الدوري الفرنسي مش هتاثر دلوقتي، ولكنها كالعاده هتطرح مشاكل لباريس سان جيرمان في الجزء الاهم اللي هو عايزه، اللي هو من اول مربع، من مربع زائد في دوري الابطال، الادوار المتقدمه من دوري الابطال هي دي المعادله اللي لازم يحلها، خصوصا ان هو اللعيبه هتشبع بعد كاس العالم. ميسي لو خد دوري الابطال، لو خد كاس العالم هيجي شبعان فاكك، كذلك لو حد من نيمار او مبابي في رئيسه كاس العالم هيجي عفاكك، فهيفقد شغف كتير للعيبه بكره القدم. ابو حميد كالعاده نورتنا وشرفتنا، شكرا جزيلا يا كابتن، ودايما بكون مبسوط وانا معاك. شكرا جزيلا يا احمد، الشكر متواصل لحضراتكم. دي كانت نهايه حلقتنا النهارده في المحترف، ان شاء الله الخميس القادم في نفس الميعاد، يوم جديد وحلقه جديده من المحترف.